ليلا
فانتهوا منجنكم فليمسنكم منا عذاب أليم. وآية لهم الليل
الليل نسلخ منه النحار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكلون في فلك يسبحون رعاية لهم إنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن شنودركهم فلا صارخ لهم ولا هم ينقذون إلى رحمة منا ومتاعا إلهين فإذا كل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون فما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا قالوا أنها مريدين فإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لم يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين فيقولون متى هذا العهد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة فهم يجسمون فلا يستطيعون تلسية ولا إلى أهلهم يرجعون فنفيها في الصور فإذا هم من الأجداث إلا ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما بعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة لهم فيها فاكهة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.